بتاعته. انت جابت ده عمود بيبقى في الواجهه هنا كده، فهنحطه اهو عمود عادي خالص اهو، مظبوط كده. وبعدين خلي بالكم هنعمل ايه، هروح واخده كده الت تمام. ماشي، هنقول له كنترول اف كده واكتب له هنا اند جيبل. بصوا طب كونكشن اهي تمام. ماشي، ادي المين بارت وادي السكندري بارت. شوف كده الكونكشن هتنفع ولا مش هتنفع. ماشي نبص عليها كده. طيب تمام، خش كده فيها البوتس. تمام طيب. خلوا بالكم بقى، في ناس تحب تعمل الايه الكونكشن دي بسلوت، بكل بساطه هتفجرها كده كله اكسبلود، اروح مفجرها تمام. واروح ضغط على المسامير كده، اروح معلم هنا مش هنا كده، واروح قايل له حط لي سلوت في الواي مسافتها مثلا 20 30 مثلا تمام. ماشي تمام. طبعا ده المفروض يبقى ايه؟ تبقى ماسكه في الرافتر بتاع، تبقى ماسكه في الرافتر ازاي بقى؟ تقصد هنا هنا يعني الحملها هي بليت شمال او يمين تمام. بص كده تمام، هي البليت كده ملحوم في البليت من تحت، وتفجرها وتعملها سلوت. في كونكشن ثانيه مش عارف ظروفها ايه، مش شغاله اصلا، شغالة دي شغالة. مش شغالة. ده كله مش شغال. هي مفيش غير واحدة بس اللي شغالة، اللي هي دي، اللي هي 105 تمام.